طيب لو في مثلا هقول بنت دلوقتي بتتفرج علينا وحابة ان هي تبقى بتلعب او بتمارس الرياضة دي، هل ليها لازم يكون ليها مواصفات معينة؟ لازم تبدأ مثلا من وهي صغيرة ولا ممكن عادي وانا كبيرة ان انا اقدر العبها؟ هل لازم جسمي يكون ليه مواصفات معينة ولا ممكن اي حد يقدر يعملها؟ هو ممكن يعني هو اي حد يقدر يلعب الرياضه دي، بس هو الافضل في سن صغير علشان تبقى متمرنه صح، واخده البيزكس الحاجات دي متأسسة كلها. اه هي لازم تكون متاسسه، بس هو الافضل طبعا وهي صغيره.